السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أسرار الزراعة مع محمد سعيد. هنتكلم مع بعض النهاردة عن سماد مفيد جدا للنبات وطبيعي 100%، وهو سماد الخميرة مع مية قشر الموز أو مع قشر الموز. احنا النهاردة جايبين هنعمل سماد الخميرة مع بعض، من بدل ما نضيف على سماد الخميرة المية والسكر، فاحنا هنعمل سماد الخميرة مع مية قشر الموز. دي المية اللي احنا عاملينها. هنجيب طبعا قشر الموز ونحطه في المية، هنقطعه في مية لمدة يومين. ده هنحطه في مية بقاله يومين بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ومعانا هنا الخميرة، دي الخميرة، ومعانا برضه الإزازة دي. أنا هنضيف المية اللي احنا مية قشر الموز دي هنضيفها في الإزازة، وبعد كده هنضيف عليها سماد الخميرة. بعد ما ضفناهم بقى الشكل اللي شايفينه ده، ده كده اهو المية اللي احنا كنا حاطينها على قشر الموز. هنضيف عليها، احنا طبعا بنضيف على المية بنضيف معلقة من الخميرة على لتر مية، فاحنا هنضيف دي تيجي تلت لتر، دي تلت لتر. فاحنا هنضيف عليه يعني حوالي نص معلقة كده، أقل من نص شوية يعني شوية ده بالشكل ده. هنضيفهم على المية، هنرد الإزازة، كده رجع الإزازة كويس. وهنسيب طبعا الخميرة تتفاعل مع المية والعناصر الغذائية اللي موجودة في مية الموز دي، وهنرجع لكم تاني. تاني اهو بعد الخميرة ما اتفاعلت مع المية بتاعة الموز دي، هنبدأ نزق بيها النبات. اي نبات عندنا احنا هنزقي ايه بالخميرة مع مية الموز دي، يعني اي نبات عندنا احنا طبعا لما بنيجي نعمل مية الموز لما بنزقي بقى لوحده السماد الموز، فبنحط الموز قشر الموز في المية وبنسيبه لمدة اسبوع، اسبوع او خمس ايام لو هنزقي بالموز بس من غير الخميرة. اما لو عاوزين نعمله مع الخميرة بنسيبه مية الموز دي يومين بس، وبعد كده نضيف عليها الخميرة ونزقي بقى النبات، نزقي بقى اي نبات عندنا. فاحنا معانا مثلا اهو نبات اللبلاب ده، نضيف له معاه نوع من الصبار اهو، معانا الزعتر وصبار جلد النمر برضو، معانا هنا القطيفة. اي نبات عندنا احنا نضيف له اللي احنا السماد ده، والسماد ده مفيد جدا يا جماعة، قشر الموز ده بيحتوي على عناصر كتير جدا النبات بيحتاجها. فاحنا هنضيف للبلاب السماد ده، دي نبتة اللبلاب كده يا جماعة، ده زعتر برضو، ده الزعتر الجبلي هنضيف له برضو من السماد كمية مناسبة، فما نكترش منه على حجم، على قد حجم الأساس ونضيف للزرع. فاحنا عندنا لما بنيجي نسمد ما نسمدش والنبات يكون شبعان عندك رأي، يعني الصبار ده ما ينفعش نحط له عشان الصبار بصوا عليه سراوي كده بتاعته طرية، ما ينفعش نحطه لأي سماد ما اشتريتش يعني سماد الخميرة مع قشر الموز، أي سماد نحطه ما ينفعش نحطه للنبات وهو يكون لسه روي. فأنت تفضل يومين تسيب النبات يومين وبعد كده تروي النبات يكون عطشان، لازم التربة بتاعته تكون عطشان. مثلا معانا البوتس أهو، البوتس أهو التربة بتاعته أهو كده، يعني ما هو كده البوتس عطشان، فهنقدر اللي احنا نضيف له من السماد ده أهو كده. اما لو معانا النبات التربه بتاعته طريه فما تضيفلوش، لان النبات هيبقى شبعان بالميه فمش هيمتص الغذاء اللي انت هتحطه ده، مش هيمتصه كويس. فانت لازم تضيف له السماد بتاعه، اي سماد تحطه، ان بي كي، سماد القهوه، سماد الخميره، اي سماد تحطه والنبات هيكون عطشان. وده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتكلمنا ازاي تضيف الخميره مع
ميه قشر الموز، والسماد ده مفيد جدا، هيجيب معاكم نتائج كويسه جدا. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو اي حد عنده استفسار يكتبها في الكومنتات واحنا هنرد على كل الكومنتات بتاعتكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.